أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، طبعا مكفيين معكم بفقرتنا المميزة والضيفنا المميز دكتور رضوان. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. شكرا دكتور. ضمن الفقرة تبعيتنا أو ضمن المجال اللي عم نحكي عليه اليوم، الصحة عند الرجال، أنا بدي حابة أسأل سؤال، شو وظيفة الزوجة بهيك وقت ممكن يصير مع الرجل ضعف فيه؟ شو ممكن الزوجة تكون تقدر تعمل أي شيء تساعد فيه زوجها لحتى يتخلص من هيك أزمة، أو تكون مثل عم تساهم بشيء وظيفتها للزوجة؟ أولاً ما إذا كان سؤالي واضح. أنا أولاً بشكرك جداً على السؤال القيم، يعني هذا مهم جداً. الزوجة لها دور كبير جداً عند الرجل المصاب بالضعف الجنسي أو أي ضعف جنسي أو بضعف الانتصاب. الدور الأول هو التفهم، التفهم العلمي الصحيح. يعني أنا بيجيني عديد من الزوجات أول شيء بيقولوا زوجي ما عاد عم يحبني، يعني يخطئون في تفسير ضعف الانتصاب أنه هو ضعف الاهتمام، ضعف الحب، ضعف العلاقة الزوجية. هذا واحد. وبينسوا ان طبعا مو بينسوا ان لازم يتذكروا انه مرض الشرايين، تصلب الشرايين، السكري، ارتفاع الضغط، ارتفاع شحوم الدم، التدخين، هذا كله بيسبب ضعف الانتصاب بغض النظر عن الحب والرومانسيه والعلاقه الطيبه. كل شيء لحال يعني. فالنقطه الاخرى، فالدور الاول هو دور التفهم. الدور الثاني هو دور كسر حاجز الخجل. الرجل عندما يصاب مثل ما قال برنارد شو، أحد الفيلسوف البريطاني، أكبر كارثة هي الكارثة في غرفة النوم. فعندما يصاب الرجل بضعف الانتصاب أو الضعف الجنسي يخجل خجل شديد أمام زوجته، إلى درجة أنه عديد من الرجال يتركوا الممارسة أو البدء بالممارسة. يعني في عندي مريض أنا شوي روحه طريفة فكاهية، قال لي إذا واحد ما بيعرف يتزلج على الجليد ما عاد يروح على رحلات تزلج على الجليد. فبيصير فيهم في ناحية الجنس نفس الشيء. فالتفهم، تشجيع الزوجة على الكلام، فتح باب الحوار في الموضوع بشكل لطيف وبشكل ودود وبشكل حنون. الدور الثالث هي الدعم والمشاركة في العلاج. يعني مثل ما ذكرت سابقا أنا في الحلقة اليوم أنه الرجل في كثير من الأحيان لا يذهب إلى الطبيب إلى 3 أو 4 سنوات بعد الإصابة بضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب، وهذا سببه الخجل. الآن يمكن أن نتخيل يعني كم هي المعاناة عند هذا الرجل وعند الزوجين. الزوجة مثل ما تفضلتي بسؤالك الكريم ممكن يكون لها دور كبير في التواصل مع الطبيب والتواصل مع العلاج. أكيد أكيد بتمنى من كل الزوجات تكونوا سمعتوا النصائح وتكونوا عم تنفذوها، وإن شاء الله ما بيصيب أزواجكم أي شيء من هذا. وهلأ معنا اتصال من عادل من نيويورك. قالوا يسعد مساك عادل. مساء الخير. مساء النور. تفضل. مساء الخير عليك وعلى أطبائك العزة. أهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يخليك. أكلم الدكتور أمين، ويعني يعتبر أشهر دكتور في بروكلين، وأنا بصراحة نفسي أخذ منه موعظة على الموضوع الجنس ده بالذات. هو حساس، ولكن بكل بصراحة أنا تعبان جدا أكتر من حوالي 13 سنة. تفضل شو سؤالك؟ يعني لي يمكن 13 سنة، فطبعا أنا بدل ما بنام على السرير بنام تحت السرير. دكتور أمين شرفت الشاشة العربية. نعم. ومساء الخير عليك. مساء الخير أخ عادل. شكرا لاتصالك عادل، أكيد بتشكر اتصالك، أكيد راح. أيوة طبعا الأخ عادل إن شاء الله نساعدك تنام فوق السرير مش تحت السرير. دكتور بس سوري مغاطحتك، فينا ناخد بس تليفون تاني نجاوب على اتنين سوا. معنا مريم. ألو. يسعد مساكي مريم، تفضلي. بدي أسأل على الرأس. على؟ يا بدي أسأل على الدم المتجمد في الرأس. تفضلي. أيوة. معي فاملي واحدة من حقنا الفاملي انضربت ووقعت على الأرض وعمرها 7 سنين، وبعدين بقى مها تجمد بالرأس دم،
وما أثر عليها إلا دالحين وعمرها 20 سنة. بديها دوخة وصاروا عملوا لها كشافة قالوا في الدم جمد في راسها. أكيد بتشكر بتشكر اتصالك مريم، وراح نجاوب على اتصالك أكيد وعلى سؤالك واستفسارك ضمن الحلقات القادمة، لأنه أكيد راح نكون مختصين باللي حكيتي عنه أو سألتي عنه. بداية دكتور نجاوب على سؤال عادل نيويورك. هو بالنسبة للسؤال الأخ عادل، طبعا زي ما الدكتور أدوان تفضل قبل كده إن المشكلة ممكن المشكلة أكتر إن هي ممكن تكون أكتر من حاجة واحدة في الانتصاب. ممكن تكون أمراض سكر، أمراض ضغط، أمراض قلب، أدوية الواحد بياخدها بتأدي الموضوع ده. بس في العلاج زي ما الدكتور أدوان قال، في حاجات الأدوية ما بتنفعش فيها، فالأجهزة التعويضية اللي هي زي الإمبلانس دي حاجة ممكن تكون حل، ودي حل سهل إنه يتعمل ونتائجه هائلة جدا، فده ممكن يكون حل نحن ممكن نعمله. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للجلطة أو تغلط الدم اللي حصل في المخ ده، طبعا الحالة دي حصلت بقالها 13 سنة. فعلى حسب مكان الدم ده لو كان حصل مكانه فين، هل فوق المخ أو جوه المخ أو الجزئية بتاعته، واضح إن هو اللي حصل ده مش مكان ممكن يتشفت أو يتدوب أو كده، مكان عميق في المخ. فالحل بتاعه ما فيش إلا حل اللي هو سبورتيف، إن هو مثلا ممكن يكون لو في مثلا تشنجات بتحصل ناخد علاج التشنجات. دكتور مخ أعصاب ممكن يشوف الحالة دي، بس في أغلب الأحيان هيبقى صعب جدا يتعمل حاجة بعد 13 سنة. بالعودة لضعف الجنسي بدي أسأل دكتور رضوان، يمكن من أهم الأشياء اللي بتعطي أمل للرجل هو إنه إذا بنعرف كيف بيصير في تقدم أو تأخر بهالمرض، شو بيصير إذا واحد اليوم صار معه ضعف انتصاب، شو المستنظر بعد 3 سنين 5 سنين؟ هل كل الحالات تتأزم أم الحالات ممكن السيطرة عليها؟ سؤال جميل. نحن كنا سابقا نعتقد أن الحالة تتأزم مع الزمن، لكن أظهرت الدراسات الحديثة وإحدى الدراسات اللي نحن شاركنا فيها أنه المرضى خصوصا هذه في الأربعينات إذا كان حسنوا حالتهم الصحية بشكل خاص البداني، بشكل خاص السمنة، إذا خففوا السمنة وبالذات السمنة في البطن، اللي بنسميه نحن الكرش في بلاد الشام، أو بيسموه في بلاد الشام كرش الوجاهة وهو كرش المرض، أكيد فهذا يؤدي إلى تحسين الوظيفة الجنسية. وعودة إلى مقالتي أنه الصحة الجنسية عند الرجل هي المدخل إلى الصحة العامة. كنت دائما سباق بهالميدان بالعلاجات الجديدة، فيك تخبرنا شوي عن العلاجات الميكانيكية غير الأدوية يلي ممكن تستخدم للمعلومات العامة يعني للمشاهدين؟ نعم، المرضى يعني إذا أخذنا مثال في الطب هو أمراض الركبة مثلا. في الركبة في بداية مرض تآكل المفاصل في الركبة العلاج يكون بالحبوب والأدوية، فيما بعد يكون بالمنظار أو بإجراء العمليات البسيطة، وفي النهاية يكون بالتعويض الكامل لمفصل الركبة ووضع المفصل الاصطناعي تماما بشكل موازي علاج ضعف الانتصاب. في البداية يكون بالحبوب والأقراص، ثم يتطور إلى العلاج بالحقن، ثم يتطور عندما تفشل العلاجات الطبية إلى العلاجات الجراحية. في الجهاز التعويضي نتائج ممتازة جدا، ومثله مثل المفاصل الاصطناعية للورك أو للفخذ أو جهاز تنظيم دقات القلب، أيضا جهاز التعويضي للانتصاب والعمليات الجراحية ناجحة جدا. سوري دكاترة، فينا ناخذ آخر اتصال لليوم؟ سوري مشاهدينا، أكيد رح ناخذ آخر اتصال لليوم، وأعتذر من كل مشاهدينا اللي عم بيحاولوا يتواصلوا معنا، بس أكيد فيكم تتواصلوا معنا ضمن صفحتنا على الفيسبوك وتسألوا أي سؤال أو استفسار حابين تعرفوا جوابه، ونحن فينا دكاترتنا يجاوبوكم عليه ضمن صفحة الفيسبوك. وهلا معنا آخر اتصال لليوم، مجدي من ميشيغان. ألو، يسعد مساك مجدي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تفضل. انا سني 50 سنة وانا 100 100، بس عايز اعرف ايه هو الاكل الصحي للراجل؟
العمر كله اخ مجدي اكيد ورح نجاوب على سؤالك. شكرا لاتصالك. انا عايز اقول حاجه، الرياضه أتفضل. ثم الرياضه ثم الرياضه، بس انا عايز اعرف ايه هو الاكل الصحي اللي يعني الرجل يفضل وهو 60 70 سنه يفضل يمارس الحاجه دي؟ اكيد رح نجاوب على سؤالك، بتشكر اتصالك. شكرا مجدي. طبعا الاكل الصحي داء العصر الوقت هو النشويات اللي هي الكربوهيدرات، فدي طبعا دي الكارثه. وبعدين يعني في مصطلح ممكن يتسمى ان هو ادمان النشويات، هم مش عايزين يقولوه لسه هنا في العالم الصحي عشان حرج الناس وكده، بس هي ديفينت النشويات دي فيها ادمان. ولو اي حد بيحب مثلا ياكل شوكولاته او بيحب سكر او كده، لو ابتدى يبطلهم ممكن يلاقي نفسه اريتابل، يلاقي نفسه ان هو قلقان شويه، فدي كانها وذرول بالظبط، كان واحد بياخد مثلا كحوليات ويبطل، كان واحد بياخد اي مخدرات ويبطل، بالظبط النشويات كده. فهو طبعا يعني كل الدايتس كلها، كل واحد مثلا يقول لك كل ده وما تاكلش ده، الكلام ده طبعا صعب، مش كل واحد عشان ياكل هيجيب كتاب يذاكر فيه هاكل ده النهارده وهاكل ده النهارده. فافضل حاجه هو الواحد ان الواحد شوف طبق بتاعك، بلاش الاطباق الكبيره، طبق يكون صغير وتقسمه نص وربعين، النص بتاعه يكون الخضار وربع منه يكون البروتينز اللي هو يكون الفراخ او اللحمه او السمك، والربع الاخير يكون هو الستارش اللي هو يكون عيش او رز او بطاطس اللي هي النشويات. فدايما يعني نجيب طبق، دايما طبق اللي هو مش كبير خالص اللي هو موجود هنا، لا الاطباق صغيره وتقسمه القسمه دي، ودي تبقى كفايه. اكيد اكيد الاخ مجدي استفاد من معلومات كلياتها، واكيد بالنهايه الوقت كتير قصير او بمرق بسرعه معك دكتور او بالمعلومات الطبيه، لانه هي كبيره والمجال الطبي كتير كبير وبدنا كتير وقت لحتى نكفي فيها. بدي اتشكر وجودك معنا يا دكتور رضوان اليوم، وعلى كل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها واللي اكيد كل مشاهدينا استفادوا منها، بتشكرك مره ثانيه. شكرا لكم وشكرا للاي ار تي، اي ار تي امريكا. أكيد تشكرك دكتور. طبعا دكتورة ضم معانا إن شاء الله في الحلقات القادمة، عشان لسه في حاجة كتير أو بالنسبة لصحة الراجل لسه نتكلم عنها. أكيد إن شاء الله. وكلمة أخيرة لك دكتورة. ما نشكر وجودك معنا، ما نشكر المشاهدين الليلية اللي تابعونا، وما نشجعهم دايما أنه يتخطوا حاجز الخجل فيما يتعلق بالصحة الجنسية للرجل، وأنه دايما الضعف ضعف الانتصاب هو متزامن مع الأمضان وأمراض الشرايين وأمراض الهرمونات المتبقية، ومنشجعهم دايما يلتجؤوا للطبيب الصحيح المتخصص بالموضوع. تصبحوا على خير وبنشوفكم الأسبوع المقبل. أكيد مشاهدينا بدي أرجع أذكركم أنه برنامجنا نيويورك دكتورز موجود معكم كل يوم تنين من كل أسبوع الساعة 9 المساء بتوقيت نيويورك. أكيد إذا حابين تستفيدوا من المعلومات الطبية بكل أسبوع انطرونا الأسبوع القادم، رح نكون معكم مع ضيف جديد أكيد ومعلومات طبية جديدة. تصبحوا على ألف خير. باي باي.